السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سوسو. اليوم إن شاء الله غادي نديروا الحريرة المغربية ولكن على طريقتي الخاصة. إذن غادي يحتاجوا البصلة محكوكة، مقادير على حسب عدد الأشخاص في المنزل، ثم عصير طماطم وما غاديش نستعمل طماطم مصبرة، ثم عندي البقدونس وما غاديش نستعمل الكرفس، الفلفل الأخضر الحار خديت غير واحدة وقطعتها قطع صغيرة ممكن الاستغناء عنها، البصل الأخضر، الزنجبيل خديت غير شوية مبشور، ثم الجزر مقطع قطع صغيرة رقيقة، عندي صدر الدجاج سلقته في الماء والملح وشوية ديال الفلفل الأسود يعني البزار، ومن بعد احتفظت بالمرق ديالو. غادي نحتاجو في هاد الحريرة، يمكنكم تعوضوا الدجاج باللحم، ثم الملح، الفلفل الأسود، الفلفل الأحمر، الكركم. غنحتاجوا الى الحمص، اذا الحمص انا سلقته في الماء والملح وشويه ديال البيكربونات الصوديوم. بالنسبه خديت شويه ديال الحمص مع الماء مع داك الماء فاش سلقته وطحنتهم، والباقي غادي نستعملو في الحريره. طحنتهم خرج ليا على هذا الشكل، هذا هو باش غادي نتقل الحريره، وما غاديش نتقلها بالطحين، غنتقلها بهذا المعجون ديال الحمص. اول حاجه نضع الزيت كيف ما كنديروا الحريره ديالتنا، ثم البصل، وعصير الطماطم، وغادي نحركهم مزيان وغادي نخليهم على النار حتى غادي يتقلاو. من بعد غادي نضيف لهم التوابل اللي هي الفلفل الاحمر والكركم والملح. بطبيعه الحال ما كثرتش الملح حيت سلقت الدجاج في الملح والحمص كذلك في الملح، ثم البزار او الفلفل الاسود. وبالنسبه للسكنجبير او الزنجبيل انا غنستعمل داك الزنجبيل مبشور، ثم غادي نحط الحمص، وديك الفلفلة الخضراء الحارة اللي عندي مقطعة مع سكنجبير او زنجبيل مفروم. غادي نحركهم غادي نخليهم على النار حتى كيتشحروا باش كلشي يدخل فيه التوابل على هذا الشكل بدون اضافة الماء. ثم غادي نزيد لها مرق الدجاج، ثم غنزيد البقدونس، شويه خليته على النار لمده 5 دقائق تقريبا بينما تاكدت بان كل شيء طايب، ثم اضيف الجزر رغم ان الحمص راه سلقته في الماء والملح ولكن كيخصو مزال شويه ديال الطياب. غادي نضيف الجزر قطعته رقيق باش يطيب دغيا، ثم صدر ديال الدجاج، ثم غادي نخليهم حتى يطيب لينا الجزر ديالنا، غادي يطيب دغيا. من بعد اذا عوض ما نتقلوا الحريره بالطحين غادي نتقلها بالمعجون ديال الحمص، احسن حاجه ومن فوقها كتعطي واحد اللذه زوينه للحريره، على حسب كل واحد على حسب الكثافه ديال الحريره، بغا ثقيله ولا تبقى مازال سائله، المهم كتضيفوا حتى كتبان لكم داك السمك اللي بغيتو ولا ديك الكثافه اللي بغيتو ديال الحريره وكتوقفوا. اذا انا بغيتها تكون على هذه الطريقه. من بعد ضفت ليها البصل الاخضر، اذا البصل الاخضر كنحاولوا ناخذوا داك الفوقاني اللي هو خضر كيعطي واحد النكهه زوينه لاي شوربه، كيستعملوا بزاف الاسيويين في الشوربات ديالهم. من بعد كندير قطرات ديال الليمون الحامض، كنخليه واحد شويه 5 ديال الدقائق. من بعد هذه هي الحريره ديالنا، فيها البنه ديال الحريره المغربيه بطبيعه الحال، كتجي احسن. علاش؟ لان ما متقاش بداك الطحين الابيض وانما بالحمص يعني بنفس المكون اللي كاين في الحريره. نتمنى تجربوا هذه الحريره على هذه الطريقه وتعجبكم، وشكرا على المتابعه.